فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وهب له والده هبة قبل وفاته وخصه بها، والآن وقد توفي والده وهذه الهبة ما زالت معه منذ سنوات وقد استفاد من ريعها ويريد إرجاعها للتركة، فماذا عليه فيما سبق؟ فيما سبق يرجعها ويرجع غلتها اللي حصل عليها منه، يرجعها هي وما حصل عليه من غلتها، نعم تبرأ ذمته بذلك.